السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم تقنية يوسف تيكي. الا كنتي ولا انت باقي جديد معنا في القناه، ما تنساش تضغط لتحت هنا اشتراك القناه، لايك الفيديو اللي عجبكم، ما تنساش تخلينا تحت كومنتار محفز. المهم خوتي، الفيديو هذا النهار غادي نهضروا على طريقه انشاء حساب بيتوينر في 2021، وشرح طريقه الاداء وطريقه السحب في الموقع في سنه 2021. واخوتي بزاف الحوايج تبدلوا في بيتوينر في 2021، غنهضروا عليهم في هذا الفيديو هذا خوتي ان شاء الله. دابا خوتي غادي نشرحوا طريقه الانشاء ديال حساب بيتوينر. اول حاجه خوتي غنخلي لكم هذا اللين هذا لتحت في الديسكريبسيون في صندوق الوصف، تكليكيو عليه يديكم نيشان اخوتي لهاد الصفحه هذه باش ديروا انشاء الحساب. اول حاجه اخوتي هنا كاينين اربعه ديال الطرق باش دير حساب، يا اما بكليك وحده ولا بار تيليفون ولا بار ايميل ولا بلي ريزو سوسي. اجي تختار البار ايميل هي اللي سهله فيهم. هنا غادي دير الدوله ديالك فين ساكن، كانت ماروك مغرب تخليها ماروك. هنا اخوتي غادي دير المدينه فين ساكن، الا ما لقيتيش المدينه ديالك هنا دير موروكو. هنا اخوتي غادي دير دولار من الافضل دولار. هنا اخوتي غادي ديروا الايميل ديالكم، من بعد هنا تكتبوا النمره ديال التليفون ديالكم، هنا اسم الشخصي ديالكم، وهنا الاسم العائلي، وهنا ديروا المود باس، ومن بعد هنا غادي تعاودوا المود باس. وهنا اخوتي غادي ديروا هذا الكود برومو هذا الجديد ديال سنه 2021 اللي هو بيت وينر ام ا. الدور ديال هاد الكود برومو هذا اخوتي هو تعطيكم بونيس ديال 200% على اول اداء في الكونت ديالكم. مثلا نفترضوا انك فاش حليتي الكونت ديالك شارجيتي 50 اورو ولا 50 دولار، تعطيوك 50 دولار وحده اخرى بونيس. مثلا شارجيتي 10 دولار ولا اي مبلغ شارجيتي هنا كتحل الكونت ديالك، تيدوبلوه ليك في جوج. وان شاء الله اخوتي اثنين والخميس تعطيوك الدوبل فاش كتشارجي نهار الاثنين ولا الخميس. من بعد كتجي كدير سانسك. دابا خوتي غادي نشرحوا طريقه الاداء في الحساب وطريقه السحب. اول حاجه خوتي كيفاش تفعلوا الحساب ديالكم باش ما تلقاوش مشاكل في الاداء ولا في السحب، كتجي لهاد الخاصيه ديال اللي هنايا، كتدخل مون كونط. من بعد اخوتي كتهبط لتحت كتعمر هاد المعلومات هادو كاملين اللي هنايا. فحال دابا هنا لا دات دو نيسونس كيقول لك التاريخ فوقاش تزاديتي، هنايا كتعمرها هنا. وهنا اليو دو نيسونس هي فوقاش تزاديتي، وهنا لا دات ديميسيون يعني هنا كيقول لك فوقاش ديتي لا كارت ناسيونال، كديرها هنا. ومن بعد هنا كدير النمره ديال لا كارت ناسيونال وصافي. من بعد كتجي كدير اونجيستري. بالنسبه اخوتي لطريقه الاداء في الحساب، كتجي لنا الفيغ ان ديبو. بالمناسبه اخوتي في 2021 بيتوينر ما بقاتش كتقبل لا فيزا لا ماستر كارد، يعني غير نساو هاد الجوج هادو اللي الفوق. كيبقى لك الاختيارات، بزاف الاختيارات كاينين، كاين سكريل حتى هو مزيان، وكاين البيرفكت ماني، وكاين نيتلر، وكاين واحد الخاصيه واحده اخرى اللي زوينه بزاف اللي هو الاي دي، الشحن بالاي دي. هاد الخدمه هادي شنقدمها انا شخصيا في واتساب، كنشارجي وكنسحب بالاي دي. كيفاش كتخدم هاد الخاصيه هادي؟ كتصيفط لي الاي دي ديالك اللي هو هذا هو الاي دي ديالي انا، وكتصيفط لي الاي دي ديالك مع المونطون اللي غادي تشارجي في الكونت ديالي انا سي اش، دوزها لي فريمون في الكونت ديالي سي اش. من بعد غادي ندوز ليك فلوس، ندوز لك فلوس الاي دي، يوصلوك في الحين في الاي في الكونت ديالك غير بالاي دي. بغيتي تشارجي بالسكريل كتبرك على سكريل هكا، وكدير هنا شحال باغي تشارجي، وكدير كونفيرمي. عندك لواحد الصفحه هنايا باش غادي تدخل المعلومات ديالك، انا كتدخل الايميل والمود باس، وكدير سو كونيكتيفو، وكتبي ليهم داكشي اللي باغي تشارج. نهار غادي تبغي تسحب يعني شارجيت لك بالاي دي، كيفاش غادي دير تسحب؟ واخا غادي تجي لمون كونط هنا ودير روتيغي دي فوند، وتجي اخوتي لهنايا غادي تلقى بيت وينر اسبيس. هاد البيت وينر اسبيس اخوتي هي السحب بالاي دي، هادي ما غاديش تطلع لك هنايا حتى نشارجي لك انا بالاي دي، عاد تطلع لك هنا مع طرق السحب. كيفاش غادي تسحب؟ كما كتشوفوا اخوتي المينيمو للسحب هي 1.50 دولار، 1.50 يعني 30 درهم. وكتجي لهنا اخوتي كدير مكناس بحال هكا، وكتختار هادي الثانيه، ومن بعد هنا كتختار هادي اللي هي بوحدها هنا، ومن بعد كدير كونفيرمي. فاش كدير كونفيرمي؟ انا ما عنديش فلوس. فاش كدير كونفيرمي هنا في هذيك الدوموند ديال روتيري غادي تطلع لك العمليه اللي درتي ديال السحب، وغادي تسنى واحد شويه غادي يطلع لك هنا افيشي لو كود دو روتيري، كتبرك عليها وكيعطيك واحد الكود، داك الكود اتصيفطو لي في الواتساب مع الاي دي ديالك ومع السي اش ديالك ولا جي بي. دابا وليت تنقبل السي اش وجي بي في الخدمه ديال الاي دي،
وليت كنقبلهم بجوج. من بعد ندوز لك فلوسك في السي اش ولا جي بي. المهم هذه هي الطريقه ديال السحب بالاي دي. بغيتي تسحب بالسكريل كتبرك على السكريل، كدير هنا شحال باغي تسحب، وهنا كتكتب الايميل ديال السكريل اللي رابطو مع السكريل. من بعد كدير كونفيرمي وغادي توصلك من بعد ربع ساعه هذه الا بغيتي تسحب بالسكريل. ونيتلر كذلك حتى هو نفس الخدمه، كدير هنا شحال باغي تسحب وهنا كتكتب الايميل ديالك وكتوصلك في ربع ساعة كذلك. مهم خوتي كان هذا هو الشرح ديال بيت وينر، الشرح الكامل يعني تفعيل الإيداع والسحب. إلا عجبكم الفيديو خوتي ما تنساوش ديرو لايك، الاشتراك جديد ما تنساوش تشارك، وما تنساوش خلينا تحت كومنتير محفز. يلا بيس عليكم.